بنطلب من ربنا انه يكون موجود في حياتنا، لكن النهاردة هنشوف بنات عايزين ربنا يكون كل حياتهم، عايزين يكون ابوهم وعريسهم السماوي. خليكم معانا، هنشوف معاكم رسالة راهبات جدد على دير الشهيد العظيم ماري جرجس بمصر القديمة بيد صاحب القداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية. هؤلاء الفتيات وجدوا هدفهن هنا داخل دير الشهيد العظيم ماري جرجس للراهبات بمصر القديمة العالم. منذ فترة فرشت الأرض كلها بالورود والأزهار التي تحمل أعمق معاني الحب والوفاء لراعيها وراعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث الذي قام بتكليل جهاز 4 طليبات للرهبنة وسيامتهم راهبات على دير الشهيد العظيم ماري جرجس بمصر القديمة. الرهبنة هي الموت عن العالم، لذا اليوم في طقس تكريس الراهبات تصلى عليهن أوشية الراقدين، ويصلى طقس التجنيس بألحانه الحزينة المؤثرة لكي يعيشن بعد ذلك حياة الإماتة اليومية بالنسك والصلم والصلاة والطاعة والتجرد. وتظل الراهبات ملتصقات بالله قريبات منه، ويستعد كل يوم لمفارقة العالم وملاقاته كما يقول ماري إسحاق، كما أن التاجر الذي في البحر عيناه دائما على البر كذلك الراهب يرمق ساعة موته. ثم قرأت عليهن النبوات من سفر التكوين لموسى النبي في الإصحاح 12 من الآية الأولى وحتى 7 التي قال الرب فيها لإبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولعنك ألعنهم وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. فذهب إبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط، وكان إبرام ابن 75 سنة لما خرج من حاران. فأخذ إبرام ساراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حاران، وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى أرض كنعان، واجتاز إبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة نورة، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. وظهر الرب لإبرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض، فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له مجدا للثالوث الأقدس إلهي. وأيضا من سفر التثنية لموسى النبي في الإصحاح 8 من الآية الأولى وحتى 9 التي يقال فيها جميع الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم تحفظون لتعملوها لكي تحلوا وتكتموا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض. فيحفظ الراهب وصايا الرب ويتغذى بها، لأنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يعيش الوصية ويسلك بمقتضاها فينال الحياة الأبدية ويدخل ويمتلك أرض الميعاد التي هي أورشليم السمائي. ولا يعوزك فيها شيئا مجدا للثالوث القدس إلهنا أمين. ونستمع لنصيحة يشوع ابن سيراه في الإصحاح 2 من الآية الأولى وحتى 9 فيقول يا بني إن أقبلت لخدمة الرب الإله فاثبت على البر والتقوى واعدد نفسك للتجربة، ارشد قلبك واحتمل، امل اذنك واقبل اقوال العقل ولا تعجل وقت النوائب، انتظر بالصبر ما تنتظره من الله لازمه ولا ترتد لكي تزداد حياة في اواخرك، مهما نابك فاقبله وكن صابرا على صروف اتضاعك، فان الذهب يمحص في النار والمرضيين من الناس يمحصون في أتون الاتضاع.
ثم قرأت بقية الصلوات وبعدها المزمور والإنجيل بلحن التجنيد. خلفها يدخلنا صاحباتها جميعا يدخلنا بالفرح والتهليل هللويا. اللهم اطرف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع انجيلك المقدس. فصل من انجيل معلمنا مريم البشير والتلميذ الطاهر بركات علينا امين. حينئذ يشبه ملكوت السماوات عشر عبارة اخذنا مصابيحنا اخرجنا لقاء العريس وكان خمس منهن جاهلات وخمس حكيمات. فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتان. وأما الحكيمات فأدن زيتان في آنيتهن مع مصابيحهن. ولما أبطى العريس ونعسنا كلهن ونمنا. ولما انتصف الليل صار صراخ هو ذا العريس قد أقبل فقمنا وخرجنا لقائه. حينئذ قامت أولئك العذراء جميعا وزينا مصابيحهن. فقالت الجاهلات الحكيمات أعطنا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا وإياكن فذهبنا بالحرير البعتي وابتعنا لكن. ولما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت بقية العبارة قالت ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكم أني لا أعرفكن فاسهروا إذا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة. الحمد لله دائما. ثم تقال أربعة خاصة بالقديسة العذراء مريم والأنبا أنطونيوس والأنبا بولا والثلاثة مقارات. ثم تقال الثلاث اواشي الصغار قال الأم مريم ابنتي في بنتكراتور إذ يوتن بنشيسو بنوتيو بنسوتير إيسوس بيخ ريستوس
انت وانت وانت تنت اغاسس بنيروني. اذكر يا رب ابائنا واخوتنا الذين رقدوا قدوة نيوم في الإيمان بالمسيح منذ البات أبائنا القديسين رسالة ساقفة وأبائنا الأساقفة أبائنا القمامسة وأبائنا القصوص وإخوتنا الشمامسة أبائنا الرهبان وأبائنا المنانين وأنياء كل المسيحيين لك المسيح لنا نحن نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا تفضل يا رب نوح نفوسهم جميعا في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب ألم في موضع خضرات على نواحتي في فردوس النعيم الموضع الذي يربى منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك أقم أجسادا في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما عددته يا الله لمحب اسمك القدوس فأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم فأنت كصالح ومحب للبشر اللهم تفضل نفوس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها تفضل يا رب نيحهم واغفر لهم لأنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحوهم وليستحقوا ملكوت السماوات وأما نحن الأحياء فهب لنا كما لنا المسيحي الذي يرضيك أمامك وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك ثم رشم قداسته الثياب والقلنصوة ثلاث مرات إن فران وجود مفشر شواب إفز منه تنجيب نتيب يبنتو كاتو آمين مرو تنجيب فمن قميس الشير يسوس بيا خريستوس بن شويس آمين مرو تنجيب فمن قميس الشير يسوس بيا خريستوس بن شويس Измороче мы на Донизе, и через Господь Бенешаровись. Аминь. Измороче же Библию в Исулавим Параклиту. Аминь.
وبعد ذلك قام قداسة البابا بقص شعر الرأس على هيئة صلبان، أي قص الأفكار القديمة من الفكر والعقل لكي تنمو بدلا عنها أفكار مقدسة مركزها الصليب وقوامها التقوى ومخافة الله والقداسة وحفظ وصية الله مع إنكار الذات. ندعوك يا أنتم راهب على دير القديس العظيم مركز مصر القديمة خير فرعون بفيوت مبشيرة سواد افز مرعوت انجل ابنوت فيوت في بنتو كراتو افز مرعوت انجل بفن اقليس نشيل ايسوس بي خرسوس بن شويس افز مرعوت انجل بيت نفا اس اوه ان پرقلیتو أكملنا الراهبات الجدد ملابسهن ووقفنا يستمعن إلى نصيحة قداسة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث لهن. أكتر حاجة تتعب الراهب اللسان، الكلام الكتير، النرفزة، الكلام اللي يتمسك عليكم، يعني ممكن الإنسان يخطئ بالفكر محدش حاسس بيه، لكن خطيته باللسان خطية مكشوفة ومعروفة للكل ويمسكوها عليه، وجايز يمشي كويس وبعد السنة يقولوا ده مش اللي قال كذا، أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان. لو واحدة فيكم أخطأت ما يسيبوهاش الناس اللي قدام دول، بكلمكم جد، يقولوا مش دي اللي كانت كذا في القديم، مش دي اللي قالت، مش دي اللي عادت، فما تدهمش فرصة ان يمسكوا عليكم حاجة، ما تدهمش فرصة انهم يمسكوا عليكم حاجة. بركة دعوة الرهبنة ان الرهبة ما يبقاش ليها غير ربنا، ما بقتش منشغلة بامور العالم زي زمان، وما فيش بيت يعطلها، وما فيش زوج يسيطر عليها ويأمرها ويقول لها بت كذا كذا، فهي بتعيش حرة كده، تعيش مع ربنا ملهاش غير ربنا. طب يا سيدنا القديس العظيم الأنبا إنكونيوس قال إن المعمودية تشبه الرهبانة، عايزين من قداسة توضح لي الرهبانة تشبه المعمودية. ده مغفرة الخطايا القديمة يعني، لكن طبعا المعمودية بتتفوق في حاجات كتير، المعمودية بنبقى بيها أعضاء في الكنيسة ونبقى بيها أبناء لله وحاجات كتير يعني، لكن من جهة مغفرة الخطايا القديمة لأن الرهبان والراهبات بيصلوا عليهم صلاة الراقبين يعني صلاة الموت، على اعتبار أنهم ماتوا عن العالم، فالإنسان القديم ده مات وانتهى أمره، الإنسان الجديد مولود في الرهبنة بلا خطية. طب يا سيدنا إزاي ربنا بيدعو أولاده للرهبنة؟ هو يعني هي الرهبانة بتدي اشتياق في القلب لهذه الحياة يعني، وربنا يرضى على كده، لكن ربنا ما بيقولش الواحد روح ابقى راهب، لكن ربنا بيوافق على اشتياقات القلب اللي عايزة تتخصص ليه وتتفرغ ليه. شفنا معاكم النهاردة بنات ماتوا عن العالم بجد، كان كل شعارهم في الحياة معك يا رب لا أريد شيئا على الأرض،
اختاروا بارادتهم الطريق الملوكي اللي بالجهاد هيوصلهم لملكوت السماوات.